وهي على الأقل المواد الأساسية يكونوا إلا في الصبيحة فقط. هذا على الأقل باش بناءنا وخاصة نحن مع شهر رمضان المعظم ما يدعم. راح كاين وين يكون واحد نهار تكون المواد الأساسية. مثلا نقدر نعطيكم مثال، يوم مثلا يوم الاثنين من 9 ل 12 ونص راح تكون رياضيات، يوم الأحد راح يكونوا مادتين، يكونوا الصباح تاريخ جغرافيا في المساء الإنجليزية، يوم الثلاثاء راح تكون فلسفة صباح وفرنسية في المساء، يوم الأربعاء علوم طبيعية من 9 ل 1 ونص وحدها، ويوم الخميس من 9 ل 12 ونص فيزياء. معناها الآن لأن التلاميذ حاولنا نعطيه كل الظروف الملائمة لبنان التلاميذ. أنا فقط ممكن كتربوي الآن ننصح بنائنا التلاميذ يلتحقوا بالثانوية تاعهم لمواصلة المراجعة مع الأساتذة، لمواصلة المراجعة الجماعية بينتهم.